عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام وتعليقه على اعتراضات كابتن حلمي وضربه الجزاء النهارده من يعني صحتها من عدم صحتها. كابتن عصام تحياتي لحضرتك. اهلا بيك كابتن محمد. اخبار حضرتك ايه؟ مش عارف حد معاك ولا لا؟ لا انا لوحدي لسه، لا كابتن مفيش، كابتن محمد صلاح وكابتن عبد الجليل هيكونوا موجودين بعد شويه ان شاء الله. ان شاء اهلا الله بيك كابتن. يعني ده سؤالي. اتفضل يا كابتن. الو. اتفضل يا كابتن. يعني بص يا كابتن محمد، يعني انا ما بحملش يعني حد اي حاجه، وبتكلم بكل صراحه، ما عندناش اي مشكله. انا شايف ان اللعبه فيها شكل حلو للامانه، يعني في شك، ما فيش صوره واضحه تقول ان في ركله جزاء وما فيش ركله جزاء، لكن يجي لك انطباع ان ما فيش احتكاك، عشان اكون صادق معاك يعني. ولكن الكره فيها شك. احنا لجنه الحكام هنقعد مع الفار ومع الحكم ونشوف حسب ايه، ونراجع كل اللقطات الموجوده حتى اللي في غرفه الفار، لان ممكن غرفه الفار لقطات بتبقى فيه ممكن شاف حاجه انه، او ممكن عنده شك هو كمان بتاع الفار عنده شك فما بيتدخلش في قرار الحكم. الفار بيتدخل في قرار الحكم لما يكون عنده كلير ايفيدنس، عنده دليل واضح ان ما فيش خطا، او ركله جزاء الحكم ما حسبهاش يكون عنده دليل واضح ايضا ان هي ركله جزاء. فاحنا هنشوف الحاله بشكل كويس، ولكن انا يعني مقدما بقول لك الكره فيها طب كابتن عصام، هنا الفار اتدخل يعني، واللي هو اللي ادى القرار للكابتن محمود النهارده، يعني برضو انتوا اللي بتبقوا اعلم بالنقطه دي. لا لا، الكابتن محمود هو اللي حسب ركله الجزاء. مش الفار هو اللي حسب، عشان بس نوضح بس. هو اللي حسب ركله الجزاء، وبعد كده الفار بيعمل تحقق من صحه ركله الجزاء او لا. لو عنده دليل واضح زي ما قلت لحضرتك، فبيقول للحكم تعالى اتفضل، تعالى خد فرصه ثانيه، شوف اللعبه مره ثانيه في على السكرين خارج الملعب. لكن هنا الفار ما كانش عنده صوره واضحه يقول هي ركله جزاء او لا، فما يقدرش يستدعي الحكم، فبيعمل كونفرميشن تاكيد لقرار الحكم. تمام. طيب يعني هل لو تمت المشاهده والمتابعه للعبه دي كابتن، واتضح ان ممكن يكون في خطا، في اجراءات ممكن تحصل النهارده بخصوص الحكام؟ لا مش اجراءات، احنا هنشوف سبب الخطا ايه ومين المتسبب. احنا بص يا كابتن محمد، في النهايه احنا هنحاسب نفسنا بشكل كبير جدا، ولكن اللي انا عاوز اقوله الناس تهدى على التحكيم المصري. التحكيم المصري في اشد الاحتياج الى وجوه جديده. انا بقول لك وش كده الحقيقه، يعني في ناس من القدام بكل امان لازم يحسوا بالمسؤوليه، وده عشان كده حصل اخطاء كتيره السنه اللي فاتت، لان ما كانش في صف تاني، ما كانش في حد بينافس الحكام اللي بيحكموا في الدوري الممتاز. لكن لو كان في حد بينافسهم كنا هنلاقي المستوى السنه اللي فاتت احسن بكتير مما كان. لكن احنا لو انت حضرتك متابع، في ناس وجوه جديده لعبت في الاسبوع الاول النهارده في حكم نساء كابتن موجود، حكم يعني عنصر نسائي في التحكيم، يعني عنصر نسائي حكم رابع، وبنعدها ان هي تحكم هي كمان، لان هي من الناس اللي الحقيقه عندها موهبه في التحكيم، وممكن وهي حكم ان شاء الله هتلعب في كاس الامم الافريقيه. يعني الحقيقه بنعدها بشكل كبير، ولكن انا بتكلم على وجوه جديد. النهارده في حكم جديد لاول مره لعب في الدوري الممتاز يا كابتن محمد، وهو حماده الإلهي، وعمل ماتش ممتاز، ماتش سيراميكا والجونه. وهتلاقي وجوه جديده، هم دول الحقيقه هيكونوا امل التحكيم في مصر ان شاء الله. اللي انا بقوله الصبر على التحكيم. طيب بخصوص تصريحات كابتن حلمي، كابتن يعني رد، يعني شايفها ازاي؟ وهل ممكن لجنه الحكام يبقى ليها برضه رد فعل بخصوص تصريحات الكابتن حلمي؟ لا بص، لو انا ما سمعتش التصريحات. تحب اقولها لك كابتن؟ اتفضل. يعني هو كابتن حلمي قال لك ان ضربه جزاء وهميه، وان الموسم الماضي لسه ممتد، يعني تلميحات كده خاصه بتصريحات لكابتن سيد حفيظ ان الموسم الماضي بخصوص نادي الزمالك وضربات جزائه. يعني ده تصريح. التصريح الثاني ان اللي ليه ظهر ما يتضربش على بطنه. ده كان تصريحات الكابتن حلمي. والله انا شايف ان هي تصريحات مش في محلها من شخصيه احنا بنحترمها الحقيقه، ولكن يا ريت كل واحد يؤدي عمله. هيبقى في اخطاء، وانا ما معيش عصا سحريه على فكره، ما معيش عصا سحريه. احنا بنبذل اقصى طاقه داخل لجنه الحكام، ادينا من ساعه ما لجنه الحكام استلمت المهمه من 1/10
معسكرات دائمه ومستمره كانت في القاهره وفي اسكندريه ولسه حتى الان مستمره في اسكندريه، بنحاول نصلح، مش هنصلح في يوم وليله، ولا حتى يعني اي حد حتى لو مدير فني او بيصلح في يوم وليله، مستحيل. ولكن انا بنقول ان احنا هيكون في تقدم، الناس جايه على لعبه، الناس ما بتتفرجش على اوروبا، ما بتتفرجش على جميع الماتشات، ما عندناش حكام ملائكه ولا عندنا مدربين ملائكه. فلازم يكون هناك احترام ما بين عناصر اللعب. ولكن ما اعرفش يعني دائما في تشكيك في الحكم المصري، لكن احنا بنقول ان احنا هنشتغل ونأدي دورنا وهنحاول نطور ونحاول يبقى عندنا وجوه جديده. يعني وانا ما معيش عصا سحريه ولا اي حد معاه عصا سحريه، ولكن طالما بنجتهد اكيد الامور هتتحسن للافضل. وعلى أكيد. فكره هي دي لعبه، انت بتكلمنا على لعبه في اسبوع ممكن فيها شك، يتفرج على يعني في ماتشات في الدوري الاوروبي اللي لسه خلصانه في اخطاء غير عاديه، ولكن ده عادي. طب انا عايز اسالك سؤال كابتن، هل الكاميرا كانت مساعده يعني برضه حتى الان جزئيه الصوره والكاميرا والبوزيشن بتاعها، هل ده يعني محطوطه بشكل صحيح؟ ساعدت الفار كابتن ان هو ياكد على معلومه كابتن محمود ناجي النهارده او الحكم بتاعه؟ ما يا كابتن محمد مش في كل الاوقات هتلاقي في بعض اللقطات بتبقى فيها صعوبه ممكن الكاميرات تجيبها، ممكن تستحمل اللاعبين مثلا، صحيح بعض الزحمه تعتبر دي، ممكن تلاقي يعني شويه في صعوبه في ايجاد الصوره الواضحه اللي تقدر تساعد الفار على اتخاذ، مش بنحمل ده للمخرجين او لا، نتيجه للعبه نفسها، نتيجه لتجمع عدد من اللاعبين مثلا في لقطه معينه، فده ممكن يبقى الوصول الى اوضح صوره اللي تدي قرار صحيح بتبقى فيها ممكن بعض الصعوبات. نفس القصه الفار عنده زي الحكم، اوقات ما بتبقاش عنده الزاويه اللي تقدر يحكم بيها لان ما عندوش صوره واضحه ان ياخد بيها القرار بالظبط. كابتن انا بشكر حضرتك كابتن عصام، وبشكر حضرتك على الجهد المبذول على الحكام يعني لسه طبعا احنا محتاجين كتير في حاجات كتير، مش في التحكيم فقط، محتاجين في حاجات كتير في عمليه التسويق.